السلام عليكم الخوت، تحيات الإخوان داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم إخوان عندنا 10 الخرفان وربعة النعجات، الله يبارك، غنصيفطوهم لحد المتتبعة من شبشاون، اللهم بارك إن شاء الله. وتحياتي الناس الشمال، ناس شبشاون، الله يبارك، غنصيفطوهم محل مول كاميو اللي كتصيفط مع هذوك ال 20 خروف الأصيلة. هذا تيمشي لتطوان، تيمشي لشبشاون إن شاء الله. بغي نديهم لسيدي حجاج إن شاء الله، نعطيهم ليه باش يديهم المتتبعه ديالنا لشبشاون، الله يبارك. هنايا عندنا 10 الخرفان، هنا الثمن الخوت 45 و500 2275 درهم 10 الخرفان. هادو الخوت الله يبارك، ملاح اللهم بارك، خرفان بدريين مزردين اللهم بارك تبارك الله، السلعه الله يبارك، جا جواد منا اللهم بارك تبارك الله. شارجيهم السي عز الدين ياك ان شاء الله، ونديهم المتتبعه ديالنا نصيفطهم ليها الله يبارك. خرفان مزردين الله يبارك تبارك الله، وكل شيء تديله في رزقه اللهم بارك تبارك الله، ارزاق داك الشيء الله يبارك تبارك الله. خرفان ملاح الخوت 10 الخرفان مزردين وثمان الله يبارك تبارك الله. الثمن راه كاين في السوق الخوت، اخوان اللي عارفين السلعه وعارفين السوق وعارفين الثمن، راه واللي ما عارفينش الله يهديهم، الله يهديهم اللي ما عارفينش، اللي مولف الله يبارك. الخرفان ملاح الله يبارك تبارك الله. نوريهم النعاجه عز الدين، تا هما بلاتي بلاتي نمشيو عند النعاج بلاتي. يلا سير سير، خلينا نمشيو ليه سير. النعجات الخوت هادو دوك الجحوليات اللي كنت خديت نهار الاثنين اللهم بارك، دوك السنه الحليب ضارات. وعندنا الجات ديال لانوكا ومايا مرسومات نجمه الله يبارك، وحده ثنيه وحده رباعيه ملاحات تا هما اللهم بارك تبارك الله. النعجات هما الله يبارك، ملاحات القرقاع تبارك الله ديال السلعه الله يبارك. حيد الخرفان عزي تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك، نعاج ملكيات الله يبارك تبارك الله اللهم بارك. هادو هما دوك الجحوليات ديال الاثنين، راه المشرى باش كانوا ولاو علينا ب 6050 درهم اللهم بارك، جوجات بهم سنان الحليب ودارات الله يبارك، حوليات ملكيات الخوت. المليح المليح سنان الحليب اسمو محمد الله يبارك، المليح المليح فر هذيك الاخرى تاهي اسمو محمد سنان الحليب اللهم بارك سنان الحليب. وهذوك الاخرين وحده ثنيه وحده رباعيه مرسومات نجمه انوك الله يبارك، حوليه راه ملكيه الله يبارك تبارك الله تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. راه زو النعاج زو النعاج سير اللهم بارك تبارك الله. جي دور دور ملي دور دور صديق دور، خليهم يجيو خليهم يجيو اسمو محمد. هذه ثنيه هذه رباعيه الخوت هذه الله يبارك، راه مرسومه نجمه دافع على الميلاد راه مرخيه تبارك الله. الخرفان الخوت اللهم بارك، راه شارجيو خرفان ها شد هذاك شد هذاك ان شاء الله. نديهم لسيدي حجاج الخوت بقاو معنا، غنمشيو ان شاء الله نوصلوهم مع الكاميو والله يدير خير. زيد راه خرفان شارجيتي النعاجه طبقة وحدة؟ سير طلع الرسوم سير 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 الله يبارك بارك الله بارك الله الله يبارك لمولاهم ان شاء الله، لمولاتهم ان شاء الله. وتتبع ديالنا من شبشاون، تحية لك الأخت، تحية للزوج ديالك، وتحية للناس شبشاون جميعا. راه ملكيات الله يبارك تبارك الله، راه المليح الخوت المليح 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 اللهم بارك. حوليات القرقاع تبارك الله، من هاد السردية نشروه في المغرب كامل الإخوان، من من طنجة للقويرة. مرحبا بالإخوان، خلا طلع خلا طلع خواتاتك، سير طلع الراس سير سير طلعي يلا يلا اللهم بارك الخوت تبارك الله. النعاجة هما شرجيناهم بوحدهم الله يبارك، والخرفان درناهم في الجهة الأخرى الله يدير الخير الخوت. تحياتي للإخوان الله يبارك الخوت، شرجينا السلعة إن شاء الله نمشيو نوصلوها لسيدي حجاج المول الكامية باش يديها لشبشاون، ونشدو الطريق إن شاء الله. يلا سي عزين يلا يلا، تحياتي خويا يلا طلع طلع خويا يلا صلي اللهم بارك الخوت. ان شاء الله احنا غادي نشادين الطريق سيدي حجاج ان شاء الله، موصلوت 10 الخرفان وربعه النعاج الملكاميه ان شاء الله، باش يديو لنا الجبشاون المتتبعه ديالنا والله يدير الخير. تحياتي لكم الخوت داخل الوطن وخارج الوطن. السلام عليكم الخوت.